الكيلاني. أنا أول مرة أكون ضيفتة لوفاء الكيلاني، حبيتها كشخصية جريئة. بس بصراحة حلوة شوية. بتقرى عليا جامد. بس جاكارة بالحسود والعزول، نحن هنعمل حلقة حلوة كتير اليوم. مش خايفة من ولا سؤال. أكيد جاهزة لك يا وفاء. وأنا مستعد. عندك ثقة بالنفس أو تعالي مش قادر أفصل ما بينهم. دروني مع وفاء الكيلاني في برنامج نورت على NBC1. وشوفوا المفاجأة بهذه الحلقة. نورت الاثنين 9:30 بتوقيت السعودية على NBC1.